لا يجوز أن يبنى المسجد داخل المقبرة ولا تصح الصلاة في المقبرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فلا يجوز أداء الصلاة الفريضة. أما صلاة الجنازة فتجوز، أما صلاة الفريضة أو النافلة صلاة الركوع والسجود لا تجوز في المقبرة. أما إذا كان المسجد خارج المقبرة فما في بأس.